شيرين عبد الوهاب وأمال ماهر وتامر حسني وغيرهم من النجوم يعلقون على الأحداث الأخيرة في لبنان. الله أكبر الله أكبر. شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية صباح أمس الاثنين أكثر من 300 غارة على مناطق متفرقة بشرق وجنوب لبنان في موجتي غارات استهدفت مئات المواقع اللبنانية. يا السيارات خذ يمينك. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء أكثر من 500 شهيد وأكثر من 1000 جريح في الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان. وانتشر على منصات مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق حجم الدمار الذي حصل نتيجة العدوان على لبنان. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الأخبار، كما كان لنجوم الفن رأي خاص حيث أعرب النجوم العرب عن تضامنهم الكامل مع لبنان. فنشر الفنان تامر حسني على حسابه في إنستغرام دعا أن يحمي الله لبنان، كما كتبت الفنانة هنا الزاهد صلوا لأجل لبنان. بدورها الفنانة المصرية أمال ماهر نشرت مقطع فيديو وهي تغني أغنية للسيدة فيروز من قلبي سلام لبيروت. بدورها شيرين عبد الوهاب نشرت صورة على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي وعلقت قائلة أنا قلبي حزين على أكثر بلد علمتني يعني إيه الفرحة وعلمتني الصمود، لبنان مؤذية عشان هي من أجمل بلاد الدنيا، ربنا معاكم ويساعدكم. بدورها رحمة رياض علقت قائلة بردا وسلاما على لبنان وأهلها، اللهم احفظهم بحفظك يا رب. وتشهد حاليا الطرقات الدولية التي تربط الجنوب بالعاصمة بيروت زحمة سير خانقة بعد نزوح عدد كبير من أهالي الجنوب بعد التصعيد العسكري الذي شهدته المنطقة منذ ليلة أمس. تابعوا كل الأخبار الفنية من خلال موقعنا جديدها.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب لتصلكم أخبار الفنانين.